السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام، يا رب تكونوا تمام. اليوم معنا درس حول تنظيف الألواح الشمسية وأهميتها طبعا في شحن البطاريات. أنا طبعا ألاحظ أعزائي المشاهدين الأتربة والأوساخ عليها طبعا زي ما تلاحظون، هذه طبعا لها فترة، بس مهما كان يفترض كل أسبوع أو كل 5 أيام تنظف ألواحك الشمسية، أو في الأسبوع مرتين من المستحسن. طبعا طريقة التنظيف طريقتين، طبعا طريقة التنظيف اللهم صل وسلم على رسول الله. زي ما تلاحظون الآن أعزائي المشاهدين وقت غروب الشمس، لاحظوا غروب الشمس هذا أفضل وقت، يعني الشمس غير موجودة وننظفها، أو في الصباح الباكر، في الصباح الباكر ننظفها. طبعا في الصباح الباكر يعني الساعة 7 تكون 6:30، 6:30 كذا 7، يعني قبل طلوع الشمس أو مع بداية طلوع الشمس، بس بالمستحسن قبل طلوع الشمس أفضل، يعني عشان ما يصير اللوح حار يصير بارد، علشان ما يتشرخات تشرخات، لأنك إذا غسلتها في الشمس وقت الظهر بيتشرخ عليك الخلايا طبعا، وإذا تشرخ الخلايا بينقص من كفاءته وعمرها الافتراضي طبعا. فمن المستحسن تنظيفها زي ما قلنا الصباح باكرا او قبل غروب الشمس زي ما تلاحظون اعزائي المشاهدين، يعني خلاص باقي ربع ساعة وباذن المغرب. فهذا هي طبعا الفكرة. نبدأ ان شاء الله بالتنظيف الان. طبعا هذا جبنا حق الموية الدبة مخصوصة طبعا، وعبينا فيها موية زي ما تلاحظون. نبدأ الآن بتنظيف اللوح، لأن أصلا مهم جدا زي ما تلاحظون الأتربة فيه، الأتربة إذا كان الأتربة هذا البسيطة ما بتعطي أمبير مضبوط للوح وما بيشحن البطارية. يعني إذا كان اللوح يعطي 8 أمبير بيعطيك 3 أمبير تقريبا، بيكون 5 أمبير فاقد. فالنظافة، النظافة في الألواح ضروري طبعا علشان تشحن البطاريات بشكل أسرع بشكل يومي طبعا. والظل، والظل طبعا يا أعزائي المشاهدين، الظل طبعا زي ما تلاحظون هذا السلك، أنا طبعا مخلي الألواح هذه طبعا تجربها يعني لكم جميعا. لاحظ هذا السلك، إذا مر السلك، هذا سلك الإنترنت، إذا مر فوق اللوح بيكون الظل هنا طبعا بيضعف اللوح. إذا كان اللوح يعطي مثلا الصغير هذا 3 أمبير ونص بيعطيك 1.5 أمبير، فأي ظل، أي ظل فوق اللوح حاول تبعد الظل. هذه النقطة الأولى، والنقطة الثانية ما يكون أي أتربة عليه، ركز على هذه المعلومتين، لا يكون أي تراب أتربة أو أي ظل، أو مثلا بعض إخواننا يسوي لك اللوح غريب، اللوح يسوي كذا، يسوي اللوح فوق اللوح ومع الشمس يجي الظل حقه، طبعا يجي الظل، هذا خطأ، لازم تباعد بين هالمسافة أبعد طبعا. بس أنا زي ما قلت لكم هذا الألواح مخليها للتجارب وللفضل تستفيدوا مرة واحدة إن شاء الله. الآن نبدأ في التنظيف إن شاء الله. هذا الماء حقها طبعا، بسم الله نبدأ. طبعا نبدأ باليد زي ما تلاحظون، أي شيء أي حاجة علشان في غبار في شيء نبعده من تحت ومن فوق من يمين. لاحظ كيف طلع هذا الحجار، او لو معك خرقة برضو او رقعة او اي شيء قطن مش مشكلة تستخدمه، هذا الافضل. ثم نأتي بالموية، لاحظوا الاوساخ لاحظ كيف نظيف ما شاء الله. الاول نظفنا سليم ان شاء الله، نجي للي بعده مع كت موية حاجة بسيطة لنغبر عليه، ثم نظف يدك عشان أي تراب ماسك فيه شيء يطلع مرة واحدة. لاحظ كيف ما شاء الله تبارك الله نظيف، وهذا ايضا برضه نظيف، يبقى علينا 3 فقط، 3 هذه فقط، وهذه
مستروحين تمام ان شاء الله. هذا ايضا طبعا لله الحمد نظفناه زي ما تلاحظون. طبعا هذا بدينا ننظفه بس في روث اعزكم الله حق الحمام، لازم برضو ننظفه لان هذا الحاجة البسيطة بتسوي فاغد في اللوح. زي ما قلنا اللوح ذا يعطيك 8 امبير، بيكون 2 امبير ناقص او 3 امبير. وايضا طبعا السلك هذا الاصفر لا يكون فوق اللوح لانه مع الظهر الظل بيأثر فيه وبيضعف الامبير، ما بينزل لك بالشكل الصحيح، فلازم التنظيف مرتين اقل شيء في الاسبوع. تنظف مثلا السبت والتنظيف الاخر يوم اللهم صل وسلم على رسوله يوم الثلاث، على حسب عاد انت قسمه. وان نظفت 3 مرات في الاسبوع برضو مش مشكله عادي، علشان يكون الالواح سليمه وامورها تمام ان شاء الله. لاحظوا اعزائي المشاهدين ذا ما شاء الله نظيف، هذا ايضا نظفناه سليم ما عاد في الروث حق الحمام. اكرمكم الله اعزائي المتابعين، لاحظ كيف سليم، يتبقى اللوحين هذه فقط ان شاء الله. احسن وقت زي ما قلنا لكم قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس بنص ساعة بربع ساعة تبدأ مش مشكلة، لأن أشعة الشمس تكون ضعيفة. لكن إذا غسلت اللوح في وقت أشعة الظهر الساعة 11 أو 1 أو 2 على طول بيشرخ لك الألواح، الألواح بتصير مشرخة فيها. طبعا طبعا اعزائي المشاهدين ما شاء الله نظفناهم بالكامل زي ما تلاحظون، فرق كبير بين الان واول. اعطيها شويه عدنا ماء، تمام كذا ان شاء الله سليمه جدا ومنظفه. طبعا حاب اوريكم اعزائي المشاهدين برضو معلومه، عندما قلت انك اذا نظفت الالواح وقت الظهر أو وقت أشعة حرارة الشمس الشديدة سوف يؤدي إلى هذا التشرخات. لاحظ كيف التشرخات هذه في اللوح، هذه سببها الاستخدام الخاطئ وهو غسلها في وقت أشعة الشمس مما أدى إلى هذه التشرخات. طبعا هذه أنا اشتريتها الألواح مستعملة بس للأسف يعني مشرخة طلعت، وقتها تجربها زي ما قلنا لكم، بس يلا الحمد لله على كل حال. لاحظ هنا طبعا أيضا تم غسلها في وقت الشمس وهذا خطأ، لاحظ التشرخات، لاحظ هنا أيضا نفس الكلام، أيضا هنا على ما أعتقد أيوه لاحظ، لاحظ أيضا هذا، يعني هذا بيأثر منها طبعا، بيأثر من عمرها الافتراضي، بيأثر من القوة، بيأثر من أداء الأمبير النازل. زي ما قلنا إذا كان يعطيك 8 أمبير أو 7 بيكون فاغد فيه، ما بيعطيك الكفاءة. فأهم شيء أهم شيء تغسيلها وقت الصباح باكرا قبل طلوع الشمس أو قبل اللهم صل وسلم على رسول الله، في الصباح باكرا أو وقت غروب الشمس. في العصر زي ما تلاحظون الآن غروب، خلاص الآن باقي حاجة 10 دقائق بإذن إن شاء الله المغرب. فأهم شيء هذا، أتمنى أنكم تنتبهون للمعلومات والنصائح المهمة اللي أعطيناكم إياها، وإن شاء الله أموركم سليمة. طبعا أهم شيء مراعاة الألواح الشمسية، واللهم صل وسلم على رسول الله عشان يستمر معكم الأمبير نازل، وكذا أموركم سليمة إن شاء الله. والظل برضو زي ما قلت قبل نبهتكم عليها، غسيل الألواح في الوقت المناسب الصباح باكرا أو قبل يعني وقت غروب المغرب زي ما تلاحظون. او برضو هذه النقطة الثانية لا يكون هذا عليه السلك، لا يكون على الظل، لان اذا كان على الظل بيسبب لك مشكلة، طبعا يسبب لك مشكلة، بيضعف الالواح في نفس الوقت، حتى الظل على اللوح بيعدم لك الخلية مع الوقت مع مرور السنين. ان شاء الله الفيديو انه عجبكم، وفي نهاية المقطع لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.